النهارده الحقيقه عندنا كلام هام جدا، وماذا او قرارات من الاتحاد الدولي لكره القدم قررها امبارح الحقيقه في اجتماعه الاخير. اعلن الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا موافقته على تمديد عقود اللاعبين التي تنتهي في الصيف المقبل حتى نهايه الموسم الحالي 2019-2020 في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد. يعني ايه؟ يعني ايه هذه الجمله؟ الجمله دي معناها ان مثلا كان من المفترض ان ينتهي الدوري في شهر 6 او في نهايه شهر 6، الدوري والكاس الموسم بالكامل يعني ينتهي في نهايه شهر 6 مثلا يعني هنا في مصر. طيب بعدما تفشى فيروس كورونا في العالم كله فاصبح هناك شيء يجب ان يتم تغييره، لانه كل الدوريات زي ما حضراتكم عارفين او كره القدم في كل العالم واقفه، وبالتالي يجب أن يكون هناك بعض القرارات التي يتخذها الاتحاد الدولي عشان يقف مع الأندية ويقف مع اللاعبين وتبقى الأمور ماشية بشكل جيد. كل القرارات اللي خدها الاتحاد الدولي لكرة القدم هي قرارات معناها أو في مجملها لما تبص لهذه القرارات هتعرف أن كل الناس أو كرة القدم في العالم كله الناس نفسها تكمل الدوريات اللي بتتلعب، الناس نفسها تكمل بطولة الدوري الأوروبي وبطولة دوري أبطال أوروبا في العالم كله، أيضا الناس نفسها هنا في الاتحاد الأفريقي تكمل بطولة دوري أبطال إفريقيا والبطولة الكونفدرالية. وبالتالي تم اتخاذ بعض القرارات زي ما قلت لحضراتكم أو زي ما حضراتكم سمعتوا من شوية أن القرارات دي قرارات هامة جدا وقرارات كلها في صالح الأندية واللاعبين. الدوري مثلا أو الموسم سينتهي في نهاية شهر 6 بعدما تفشى فيروس كورونا، وبالتالي الأندية كلها واللاعبين محتاجة أن هي تاخد وقتها في موضوع عقود اللاعبين. فقرر الاتحاد الدولي أن سيتم تطويل مدة العقود لنهاية هذا الموسم. الموسم ده انتهى في شهر 8، انتهى في شهر 9، انتهى في شهر 10. في النهاية اللاعبين اللي متواجدين سواء إعارات سواء لاعبين بقى السنين بتاعتها تنتهي في نهاية هذا الموسم أو كذا أو كذا، هتنتهي في نهاية هذا الموسم. الموسم ده انتهى شهر 9، الموسم ده انتهى شهر 10، انتهى شهر 11، ستظل اللاعبين متواجدة في النادي. خليني أقول لحضراتكم مثل يعني على الموضوع ده، رمضان صبحي مثلا، رمضان صبحي واحد من اللاعبين الإعارة من نادي هدرسفيلد وكان من المفترض أن تنتهي إعارته يوم 30/6 بنهاية الموسم الحالي. رمضان صبحي هيكمل الموسم حتى نهايته. الموسم قاعد زي ما قلت لحضراتكم لغايه شهر 9 10 مفيش مشكله، رمضان صبحي مكمل معانا لغايه شهر 9 او لغايه شهر 10 بقرار من الاتحاد الدولي. طبعا مش بقرار لرمضان، هو قرار للاعبين كلهم وللانديه كلها، لانها في النهايه زي ما حضراتكم عارفين موضوع تفشي وباء كورونا خلال هذه الفتره مصعب جدا كل الامور، وده على مستوى العالم كله، على مستوى العالم كله. وبالتالي كل اللاعبين اللي تنتهي عقودهم من نهايه الموسم هيستنوا معانا لغايه لما ينتهي الموسم. الموسم بقى ينتهي في شهر 8، شهر 9، شهر 10، كما يقرر الاتحاد المصري لكره القدم ماذا سيفعل خلال الفتره القادمه، بناء طبعا على ماذا سيحدث في موضوع فيروس كورونا اللي ان شاء الله نتمنى ان هو ينتهي قريبا وتعود الحياه كما كانت. زي ما حضراتكم عارفين وزي ما بنقول لكم دايما وزي ما بنتكلم مع حضراتكم خلال هذه الفتره، الحمد لله الامور تحت السيطره زي ما بنسمع الحقيقه من وزاره الصحه دكتوره هاله زايد وزيره الصحه لما بتيجي تتكلم على الاعداد والمصابين والوفيات وكده. زي ما حضراتكم بتسمعوا كل يوم البيان المتلفز من دكتوره هاله زايد وزيره الصحه بتتكلم على ان الحمد لله الامور تحت ما زالت تحت السيطره حتى الان، لازم نكمل زي ما احنا، لازم نبقى واخدين بالنا، لازم ناخد كل الاجراءات الوقائيه والاحترازيه اللي احنا دايما بنحاول نقولها لحضراتكم وكلنا عارفينها دلوقتي. اعتقد ان كل الناس دلوقتي بتعمل ايه؟ بتقعد تغسل في ايديها وتغسل في وشها والكلام ده كله والكحول يعني النظافه الشخصيه لكل مواطن مصري هتفضل متواجده دايما خلال هذه الفتره، لانها من اهم الاجراءات الاحترازيه، ومهم جدا 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 التباعد الاجتماعي اللي هو دايما تبقى قاعد ما بينك وما بين اللي قدامك 2-3 متر علشان تبقى الامور جيده.
ان شاء الله نمشي في الامر ده بشكل كويس، والحمد لله الامور ما زالت تحت السيطره، وان شاء الله ستظل تحت السيطره بكل المجهودات اللي بتقوم بها الدوله. الرئيس امبارح الحقيقه كان متواجد، وزي ما حضراتكم شفتوا اتكلم مع كل المصريين، طمأن كل المصريين بعض الامور اللي يجب ان يتم او ناخد بالنا منها خلال الفتره اللي جايه، لانها فتره صعبه وفتره مهمه يجب ان تنتهي ان شاء الله، ويجب وستنتهي بتكاتف الجميع، تكاتف حكومه مصر والمواطنين المصريين، وإن شاء الله هذه الفترة تعدي وتعدي على خير. فدلوقتي زي ما حضراتكم شفتوا أن القرارات اللي بياخدها الاتحاد الدولي، كل هذه القرارات معناها أن الكل يريد أن يستكمل الدوري في كل الدوريات، سواء في أوروبا سواء في أفريقيا سواء في أسيا، الناس كلها نفسها عايزة تكمل الدوريات، عايزة تكمل دوري أبطال أفريقيا ودوري أبطال أوروبا ودوري أبطال أسيا طبعا، كل الناس عايزة تكمل، ولكن إن شاء الله الكل ينتظر ماذا سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة. إن شاء الله داخلين على رمضان، إن شاء الله إن شاء الله يبقى رمضان وش الخير على مصر وعلى البلاد العربية وعلى العالم كله إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية.